طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا أور لايف. شو أخباركم يا تاني؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. هذا الفيديو اليوم هو من درس اسمه المجتمع في وطني، وهو بمادة الدراسات الاجتماعية المنهاج الجديد يلي تم اعتماده للعام الدراسي 2024-2025. هذا الدرس يتحدث عن المجتمع الموجود في وطننا. هلأ المجتمع يتكون من المدينة ومن القرية ومن البادية. إذا بدنا نتذكر ثلاثة أشياء موجودة في وطننا، في عندي شغل اسمها مدينة سيتي، في عندنا قرية اسمها فيلج، والبادية بادية. هدول الثلاث أقسام الرئيسية الموجودة في وطننا الأردن. طيب إذا مجتمعنا الأردني يتكون من ثلاثة أقسام، يعني في ناس بتكون عايشة بالمدينة يا تاني، وفي ناس عايشة بالقرية، وفي ناس عايشة في الصحراء أو في منطقة البادية الأردنية. طيب خلينا نتحدث عن ثلاثة أشخاص. ثلاثة أشخاص زي ما نحن هون شايفينهم في الصورة. الصورة الأولى هي صورة كرم، الصورة الثانية واحدة اسمها سلمى، والصورة الأخيرة هي صورة سالم. طيب خلينا نشوف هدول الثلاث أشخاص. هن راحوا واشتركوا في مسابقة بالمدرسة اسمها مسابقة الرسم الوطنية. هذه المسابقة عنوانها هنا أسكن. إجا كل واحد منهم يا تاني رسم رسمة إنه وين بالضبط هو بسكن، وشو الأشياء اللي بتحيط ببيته، يعني شو في حوالين بيته، في قدامه مدرسة، في قدامه سوق، في قدامه مثلا مركز رياضي. فمثلا كل واحد إجا رسم صورة بيته. هاي الصورة اللي رسمها كرم، وهاي الصورة اللي رسمتها سلمى، في حواليها عندها حدائق، وهون الصورة اللي رسمها سالم. بس سالم زي ما انتم شايفين رسم رسمة غريبة، هون رسم بيت شعر. طيب خلينا نتعرف اذا على هاي الرسمات، ومن خلالها رح نعرف كل واحد بالضبط وين عايش. شوفوا شو حكى كرم عن رسمته هاي. بيقول كرم: انا كرم أعيش مع أسرتي في مدينة عمان في مبنى سكني مرتفع تحيط به الخدمات والمستشفيات والمجمعات التجارية. شوارع مدينتي واسعة ونظيفة. تمام، إذا وين بعيش كرم؟ هو بعيش أكيد مع أسرته، كل الأطفال بعيشوا مع أسرهم. هذا طفل كرم عايش في عاصمة الأردن وهي عمان. إذا ما هي عاصمة الأردن؟ عمان. هلا هو عايش بيقول في مبنى سكني مرتفع، يعني هو ما يعني هو عايش زي كأنه مبنى عالي، بس هذا المبنى العالي يعني زي نحن بنسميه هلا العمارة. هو هو وأهله ماخذ شقة فيها وعايش بهاي الشقة، فهو جزء من هاي العمارة، يعني العمارة كلها هاي مش إله. يعني لما حكى لكم مبنى سكني مرتفع بتكون عمارة زي هيك، هاي اللي لونها أخضر واللي لونها زهري. اوكي، هو بيكون ماخذ شقة واحدة من هدول الشقق، حواليه قال لنا في خدمات، في مستشفيات، هون وراهم بجوز في مستشفيات، في مجمعات تجارية، في مولات، في دكاكين. ووصف هذه الشوارع انها شوارع كتير نظيفة وواسعة. تفرجوا على الشوارع هون كيف واسعة ونظيفة ومرتبة. ننتقل لسلمى. سلمى بتحكي: انا سلمى أعيش مع أسرتي الكبيرة في قرية من قرى محافظة إربد في بيت ريفي يطل على أرض مزروعة بالحبوب والخضار والفواكه. إذا هذا بيتها لسلمى. هون الظاهر من الشكل إنه هاي سلمى عايشة في بيت يعني منزلي مستقل، يعني ما في بجنبها شقق ومش جزء من عمارة كبير زي هيك. مبين إنه هذه الأرض لهم، وهذا المبنى كله كامل، يعني هذا البيت كله كامل بيكون منزل مستقل، يعني بتكون لأسرة كاملة فقط، يعني مش أكثر من أسرة. تمام، وين بتعيش هي؟ ما قالت إنها بتعيش بعمان، حكت هي بتعيش في إحدى قرى محافظة إربد. محافظة إربد هي محافظة تقع في شمال الأردن، ومعروف إنه مدينة إربد هي من أكثر المحافظات عددا بالقرى، يعني فيها أكثر كأنه من 200 قرية في مدينة إربد. هلأ هي تعيش، هي قالت إنها مدامة بقرية فهي تعيش في بيت ريفي بيكون حوالي يعني بجانب هذا البيت في خضار وفواكه
ويكون فيه حبوب والكثير من الأشياء المزروعة. ننتقل الآن إلى سالم. شو حكى سالم؟ سالم حكى: أنا بعيش مع أسرتي الكبيرة في البادية الجنوبية، نسكن في بيت شعر مصنوع من شعر الماعز، ونرحل باستمرار باحثين عن الماء وعن المراعي. هاي قصة كل الناس اللي بيعيشوا في بيوت الشعر في الصحراء أو بالبادية الأردنية، دائما دائما بتنقلوا. معروف عن البدو إنهم كثيروا التنقل، دائما بيرحلوا من مكان لآخر، بدور على الماء، بدور على المراعي، ما هنا بكون عندهم ماشية، فبدهم يطعموا هاي الماشية، بدهم أعشاب اللي يعني يأكلوها. البيت الشعر هذا البني المعروف مصنوع من شعر الماعز، تمام؟ طيب نكمل مع بعض ونفوت على الصفحة اللي بعديها يا تاني. طيب هاي الأسئلة عن هدول الأشخاص اللي هلأ تعرفنا عليهم. نبلش بأول واحد اللي هو كرم. طيب السؤال الأول: أين يعيش كرم؟ أول شخص كان عندنا كرم وهو يعيش في مبنى في مدينة عمان، صح؟ في مبنى مرتفع وفي مدينة عمان. طيب ماذا يحيط في المبنى الذي يسكنه كرم؟ حكينا عن كرم إن هو بيعيش في منطقة في عمارة كبيرة عالية، حولها في خدمات، في مستشفيات، وفي مجمعات تجارية. فإذا نكتب هون زي ما هو موجود هون يا تاني، نكتب خدمات، مستشفيات، ومجمعات تجارية. طيب ننتقل لسلمى. نتذكر سلمى؟ وين كانت سلمى؟ كانت عايشة في بيت ريفي في قرية في إربد. إذا في قرية من قرى إربد كانت سلمى بتعيش في بيت ريفي، تمام؟ كان إنها لحالها، بتتذكر الصورة. شو اللي بيميز القرية اللي بتعيش فيها سلمى؟ اللي بيميز القرية اللي بتعيش فيها سلمى بأنها تطل على أرض مزروعة. هو بيت ريفي مستقل إلهم لحالهم، يعني لأسرتها لحالها، وإذا بتفرجوا حواليهم ما في خدمات وما في مجمعات تجارية وزحمة، لا، في أراضي مزروعة بتقوم بالحبوب وبالخضروات وبالفواكه، بأشياء كتير متنوعة. طيب آخر صورة كانت معانا اللي هي صورة سالم. أين يعيش سالم؟ سالم يعيش في بيت شعر في البادية الأردنية. فإذا هيك بنكتب زي ما هو موجود الإجابة هون: مما صنعت أسرة سالم بيتهم أكيد من شعر الماعز. طيب يا ترى ليه أسرة سالم بتضلها ترحل؟ يعني ما حكينا عن كرام وعن سلمى إنهم بضلهم يرحلوا، ممكن يرحلوا، لكن أسرة سالم دائما ترحل وبشكل مستمر عشان تدور على المي وعلى المرعى. طيب خلينا نحط صح تحت الصورة التي تمثل المنطقة التي أسكن فيها في وطني. هلا نحن بنسكن في محافظة إربد. محافظة إربد هي منطقة سهلية وفيها العديد من القرى وفيها مناطق سهلية جميلة حلوة، ما فيها كتير ازدحامات كثيرة جدا ومجمعات تجارية ومدن كبيرة أو لا، يعني الكثير من الشقق ما في، بيكون على شكل أخف شوي من مدينة عمان. هاي مدينة عمان، شوفوا كيف مدينة عمان شديدة الازدحام، كلها عمارات، كلها شقق، كلها عمارات، فيها كثير من الشقق والمجمعات السكنية، ولأنها منطقة جدا مزدحمة، معروف عمان أنه فيها أكثر من 4 مليون لحالها. هذا بيت الشعر، هذا البيت دائما بيستخدمه أهل البدو، بنصبوه وبيجلسوا فيه وبيعيشوا فيه من هون تيقرروا أنهم يرحلوا على مكان تاني. فنحن بالنسبة لنا كل واحد بيحط صح عند المنطقة اللي بيعيش فيها. طيب ننتقل للصفحة 27. في عندي مجموعة صور يا تاني، نتأمل هذه الصور ونتعرف لمجتمع المدينة في وطننا الأردن. خلينا نحكي شوي عن هاي المجتمعات الثلاثة، يعني هلأ رح ناخذ شوية صور نحكي عن المدينة، نحكي عن القرية، ونحكي عن البادية، شوية مميزات. يعني لما أجيب لك في الامتحان صورة صورة زي هيك، أجي أقول لك هل هي هاي مدينة ولا قرية ولا بادية، دغري رح تعرف إنه هاي مدينة. ليه؟ لأنه المدينة دائما شوارعها واسعة كتير يا تاني، وكتير نظيفة، بتكون نظيفة واسعة كتير. طيب ننتقل للصورة الثانية. الصورة الثانية برضو عن المدينة، قلنا إنه دائما أعداد المدينة، أعداد السكان في المدينة كتير عالي، كتير في ناس بتحب تسكن في المدينة لأنه فيها خدمات، فيها فرص عمل، فحتى المباني السكنية فيها مرتفعة جدا، يعني في عندهم كتير عمارات. كمان بالمدينة لو بدنا نحكي عن الناس اللي بيعيشوا بالمدينة، يعني هلا مدينة إربد مثلا
كمدينة رح تختلف عن قرية من قرى إربد. فالإربد المدينة تمتاز إنه عندها كلها عمارات وكلها شقق، مش زي القرية الموجودة جوا المدينة أو حوالين المدينة. ما في قرية جوا مدينة، القرى اللي بتكون تابعة للمدينة بتكون أكيد غير. هلأ رح نتعرف أكثر على القرية. هلأ الناس اللي بيعيشوا بالمدينة زي إربد، زي جرش، زي عجلون، زي عمان، هاي المدن الكبيرة المحافظات الأردنية على الأغلب الناس ما بيشتغلوا فيها بالزراعة وبالتربية الماشية، بيشتغلوا بأشياء لها علاقة بالتجارة، بالصناعة، بالأمور المالية، بالوظائف الحكومية، بالوظائف الخدماتية، أي شيء فيه خدمات يعني إشي تابع كمان للحكومة، هذا كله موجود في أهل المدينة أو عند أهل المدينة. أيضا زي ما حكينا بالبداية أنه دائما المدينة فيها كتير مؤسسات، فيها بنوك، فيها وزارات ومدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق، يعني كتير خدمات. طيب الأسرة التي أنتمي إليها، ها هون غلط، هن مخربطين، المفروض هون يحكوا المنطقة التي أنتمي إليها. نحن عايشين في مدينة إربد فبنكتب المدينة، اللي عايش في جرش برضو جرش مدينة، في عجلون، في الطفيلة، في مادبة، هاي كلها مدن. لكن لو حكيت لي مثلا نحكي على سبيل المثال بيت راس، بيت راس هاي تعتبر قرية، فإذا هون رح تحكي لي قرية بيت راس. إذا حكيت لك كمان أم قيس، أم قيس هي قرية. لو حكيت لك برضو جديتا، جديتا قرية من قرى إربد. طيب ننتقل للصفحة اللي بعديها اللي رح نحكي أكتر فيها عن القرية في وطننا الأردن. شوفوا كيف القرى مختلفة كثير عن المدينة، شوفوا كيف إنه في تباعد ما بين المناطق السكنية، منحس أحياء وأحياء بعاد عن بعض، المدن المنازل بعيدة عن بعض، ومش شرط يكون فيها كثير من المباني. دائما القرية في عندها جمال طبيعة، في عندها هواء نقي، عدد سكان قليل بالمقارنة مع سكان المدينة. يعني لو بدنا نقارن أهل أو السكان اللي عايشين في الحصن والسكان اللي عايشين في مدينة إربد، مباشرة رح نشوف إنه عدد سكان القرية اللي هي الحصن كثير أقل من مدينة إربد. دائما نتذكر إنه القرية عدد السكان فيها أقل من المدينة، معروف. طيب كثير حلوة القرية، بتروح بتشم الهواء النظيف الحلو، لأنه أصلا ما في كتير مصانع وما في كتير يعني ازدحامات مرورية وازدحامات بالسكان وبالمباني، فعشان هيك بتضل أجواءها لطيفة حلوة وهادية والطبيعة كتير حلوة فيها. حتى أفراد الأسرة الممتدة كلياتهم بيشتغلوا في أعمال الزراعة وتربية المواشي. لو قلت لك شو ممكن تلاقي بالقرية، هل بتلاقي دائما أسرة نواة ولا ممتدة؟ هلا ممكن نحكي نحنا بالقرية على الأغلب بتكون أسر ممتدة، لكن ممكن نلاقي أسر نواة في القرية، تمام؟ ففي عنا الحالتين. يعني إذا جانا هلا رح يجينا سؤال زي هيك، نحنا رح نختار اثنين، يعني عندي أسر نواة وأسر ممتدة في الأسر أو في القرية. شو بيشتغلوا؟ ما بيشتغلوا بالتجارة ولا بالصناعة، هنا بيشتغلوا في أعمال الزراعة وأعمال تربية المواشي. كمان معروف أهل القرى عندهم شوارع بتكون ضيقة شوي وغير معبدة. تفرجوا على هذا الشارع، شوفوا كيف ما أضيقه، ضيق، شوفوا ما أحلى الطبيعة اللي حواليها، وضيق كتير هذا الشارع لأنه ما في كتير سيارات وما في من السيارات الضخمة اللي مثلا بدها تنقل إشي أو تشتغل بتجارة إشي أو حافلة بتكون تابعة لمصانع، لا جدا قليلة لأنه أصلا ما فيها مصانع كتير القرية، فعشان هيك بتكون السيارات بسيطة صغيرة العادية اللي بتعبر من هاي الطرق، فبيكون ما في داعي لإنهم يوسعوا هاي الطرق أو يعبدوها. طيب كمان زي ما حكينا أنه أهل القرية دائما بيشتغلوا في أعمال الزراعة، فأكيد هي تزود المدينة بحاجات من الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية. طيب لو افترضنا يا تاني، فكر معاي، لو انتقل كل سكان القرى للمدينة، يعني لو حكينا كل سكان قرية بيت راس انتقلوا من بيت راس وحكوا خلص بدنا نترك بيت راس ويطلعوا منها ويروحوا لمدينة إربد، شو منتوقع ممكن يصير؟ هلا رح نتفرج على المدينة نفسها بيت راس أو القرية نفسها بيت راس، شو رح تصير؟ شو كيف رح تتأثر؟ وكيف أيضا رح تتأثر مدينة إربد؟ أول إشي الخضروات والفواكه رح كتير تقل في القرية بسبب عدم وجود من يعمل بهاي الوظائف، ما في ناس تشتغل بالزراعة، ما في ناس تشتغل في تربية الماشية، فعشان هيك رح تقل كتير هاي المنتجات.
طيب هاي واحد. واثنين كمان الخدمات في المدينة بصير في ضغط كثير عليها، بصير في ضغط على المباني، بترتفع ممكن أسعار الشقق لأنه في كثير ازدحامات بالسكان، ممكن يصير في عنا سيارات أكثر فبصير حوادث أكثر، بصير في ازدحامات مرورية أكثر بكل الخدمات. على المي في بصير في مشاكل كثير وضغط كثير كبير، على الكهرباء بصير في ضغط كبير وبالتالي مشاكل أكثر. آخر مجتمع اللي درسناه اليوم هو مجتمع البادية، وزي ما احنا شايفين في عنا أربع صور يا تاني. أول صورة هاي صورة البادية الأردنية، شوفوا ما أجملها هذه الصورة، وهاي الصور زي مثلا منطقة وادي رم، هاي تعتبر مناطق صحراء، مناطق صحراوية جافة حارة. فالبادية الأردنية كثير جميلة، معروف كثير باديتنا إنها كثير جميلة، شوفوا ما أجمل الألوان الوردية الجميلة، شوفوا الرمال الناعمة الصافية، وشوفوا شو جمال وبساطة العيش فيها. ما فيها مباني، ما فيها سيارات، ما فيها شوارع، ما فيها زخم، ما فيها أعمال تجارية وصناعية ومصانع وتلوث. هادية، هدوء، خالية من إزعاج البشر وخالية من كل التلوث ومن كل الضجيج. الشغلة الثانية إنه أهلها بيسكنوا في بيوت الشعر، وهاي سهل تتفك، وبمسكوها وبردوا رحلوها من مكان إلى آخر، بفكوها بردوا ينصبوها مرة تانية هاي الخيام وبجلسوا فيها. وأهلها بأكيد بيشتغلوا في رعي الإبل والماشية وينتقلون من مكان لآخر زي ما حكينا. النمط الأسرة الممتدة المتعاونة فيها على الأغلب، وأكثر إشي موجود فيها هاي البادية كثير فيها أسر ممتدة. طيب لماذا ينتقل سكان البادية من مكان لآخر؟ هذا السؤال حكينا أكثر من مرة بحثا عن الماء وعن المرعى. طيب نصنف الكلمات الآتية ونحدد أوجه الشبه والاختلاف بين القرية وبين البادية في وطننا الأردن. في عنا القرية إلها مميزات، هيها هاي الدائرة كلها الزرقاء للقرية، وهي دائرة كلها الثانية اللي هون هاي للبادية، بس هدول دائرتين داخلات في بعض. الإشي بدنا نتعلم يا ثاني إنه الإشي اللي بيكون زي هيك بالنص بين الدائرتين هذا بيكون معناه إشي مشترك. يعني هاي الكلمة اللي هون بتنحط بالنص بتكون موجودة عند القرية وبتكون موجودة عند البادية بنفس الوقت. طيب أخذنا الكلمات من هون من تحت، وين عنا بيوت الشعر؟ وين موجودة، بالقرية ولا بالبادية؟ في البادية، فبمسكها بكتبها هون، ها بيوت الشعر. الزراعة، مين بيشتغل بالزراعة؟ أهل القرية، فبكتب كلمة الزراعة. طيب تربية الماشية، بيشتغلوا الاثنين فيها، أهل القرية وأهل البادية، فهاي هي اللي راح أكتبها بالنص. ننتقل للأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة بدنا نحطها على البادية، بنحس الأسرة الممتدة أكثر إشي يعني على الأغلب هي دائما موجودة في البادية، وبعض الشوارع غير معبدة أكيد في القرية لأنه أصلا ما في شوارع في البادية، بس مجرد رمال ناعمة بتكون موجودة ونحن بنقطعها. إذا لاحظنا في نهاية درسنا يا ثاني إنه عندنا عدة مجتمعات مختلفة متنوعة، وأكيد في تكامل وتعاون فيما بينها، إنه القرية عم تشتغل بالزراعة وبتعطي مش بس إلها وكمان لأهل المدينة. طيب نردد هذه الجملة ونلونها بالألوان اللي بنحبها من طول ألوانها يا تاني، ونقرأ هذه الجملة الجميلة ومنلون. إذا بدك تقدر تلون كل كلمة بلون. أعتز وأفتخر بأبناء وطني الذين يتعاونون معا على بناء الوطن. ونأتي الآن أعزائنا إلى مراجعة الدرس، نحل مع بعض الأسئلة الموجودة، نقارن بين أنواع معيشة الأسرة الأردنية بناء على الجدول الآتي. عندنا المدينة والقرية والبادية، بدنا نقارن بيناتهم ونشوف شو الفرق بيناتهم. هلأ في عندي أول إشي المدينة، ثم القرية، ثم البادية. هلأ المدينة نوع العمل فيها تجارة وبالصناعة وبالمهن الحكومية، إذا أي حد ممكن بالمدينة يشتغل في الأمور التجارية بالصناعة وبالمهن الحكومية. بالنسبة لنوع السكن في المدينة هو في المباني، ونوع الأسر الموجودة في المدينة هي النواة. وبالنسبة للقرية أكيد بيشتغلوا أهل القرية في الزراعة في تربية الماشية، ونوع المسكن هو المباني، نوع الأسر الموجودة هي النواة والممتدة. أما بالنسبة للبادية فهي فيها أكيد تربية الماشية هي أهم الأنواع الأعمال الموجودة، ما في زراعة. نوع المسكن في بيوت الشعر، ونوع الأسرة دائما بتكون أسرة ممتدة.
طيب، تمتاز شوارع المدينة بأنها واسعة ونظيفة 100%. أكيد شوارع المدينة دائما واسعة ونظيفة. طيب ننتقل للي بعديها، عدد السكان في البادية يفوق عددهم في المدينة. أكيد غلط، الناس بتحب تروح المدينة لأنه فيها مختلف الخدمات وفيها فرص عمل كثيرة جدا ومتنوعة. يتعاون الجميع على بناء الوطن 100%. طيب أنت شو نوع المعيشة التي ترغب فيها؟ هل بتحب أنك تعيش في بيوت الشعر؟ هل بتحب تعيش في العواصم، في المدن اللي زي هيك، ولا بتحب تعيش في القرى اللي بتكون زي هيك؟ أنا بالنسبة لي بحب أعيش في القرية اللي بتكون هادية وبيكون يعني طبيعتها جميلة وطبيعتها رائعة. بالإضافة لذلك ممكن نشوف غير الطبيعة ومختلف الخدمات الموجودة فيها. هذا النشاط المنزلي، أكيد في مجموعة ممكن تزور أنت مدينة أو قرية أو بادية وتأخذ صور لهذه المدينة اللي رحت وزرتها وبتلصق هذه الصور داخل هذا الإطار، وممكن إذا ما عندك صور ترسم المكان اللي أنت زرته. تمام، نراكم إن شاء الله في الدرس الرابع، سوف نتحدث فيه عن آداب السلوك. شكرا لكم أعزائنا وإلى لقاء قريب، ولا تنسوا دائما تشتركوا في القناة وتتابعونا. باي باي.